قاعد عبث بين الأوراق كان ألاقي تاريخ قديم كنت كاتب فيه أشياء ضحكتني. قلت معقولة في يوم من الأيام كنت أحس هالإحساس؟ معقولة أنا في يوم من الأيام كتبت هالمسج، كتبت هالكلمات، كنت في هذه المرحلة من الحب؟ عيال عالمي اليوم طايح ولا أحس باللي حولي، ويشوفوني الناس ويقولون إيه اللي لقى أحبابه نص أصحابه. لا السالفة مو كذي كلش، أنا بس قاعد أعيد حساباتي شوية. لا تحط في بالك أني غضيت النظر عنك، بس كل إنسان يحتاج ذيك الفترة اللي يقعد شوية ويدرس نفسه. يعني تدري لو أنا اليوم مدارس نفسي، مو مختلي في نفسي شوية عشان أفكر كم ما لقيت هالأوراق، كم ما تذكرت أول مراحل الإعجاب، كم ما تذكرت أني كنت أحب ناس مكفو في يوم من الأيام. إيه الأوراق اللي لقيتها هذه كانت مذكراتي، في يوم من الأيام كنت حالي حال أي عاشق قص عليه الزمن، مسك ورقة وقلم وكتب التاريخ واليوم ورش عطر على الورقة وكتب مشتاق لك. اليوم كلمتك وأول ما سكرت التليفون حسيت بأن لو أني أرد أكلمك مرة ثانية راح يكون وايد أحسن. أقعد أعد الدقايق، أقعد أعد الأوقات، متى برد أكلمه مرة ثانية؟ قلبت الصفحة لقيت أني كاتب أحبك 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 كثر ما هذه الأسطور ما تتحمل. أحبك أحبك اليوم أكثر من أول، أحبك ودايم راح تظل في قلبي في بالي. قلبت بالصفحات أسرع وخرت بالتواريخ بعيد لين لقيت نفسي قاعد أواسي نفسي. صج الدنيا تشبه كتابي مال المذكرات، اثنينهم يتشابهون. اليوم أحبك باكر ما لي أي علاقة فيك، اليوم إحنا قراب من بعض ولكن باكر ما أسمع إلا رنين تليفون. لا تبي ترد عليه ولا أنا أبي أتصل فيه، ولكن تدري شنو اللي عور قلبي لما وصلت عند ذيك الصفحة اللي اكتشفت فيها بأني جد قاعد أواسي نفسي وأقول حتى لو غاب حتى لو رحت بعيد أحبك وبتظل دايما في بالي. لأني ماني ناكر عشرة، لأني ماني ناكر جميل، لأن صجنا في يوم من الأيام حطيت رقبتي عندك وقلت لك دير بالك علي، دير بالك على هالقلب، دير بالك على هالإحساس هذا وغيره، واكتشفت بأن صفحاتي خانتني مثل ما أنت خنتني. لأني وصلت حق صفحة فاضية كتبت فيها كلمتين في بدايتها، يمكن طاح القلم، يمكن خلص الحبر، يمكن وقف حبل أفكاري، لأني ما كملت بعد هالكلمتين ولا شيء، لأني بس كتبت في بالي. شنو اللي في بالي؟ أنت في بالي، ولا ذكرياتك في بالي، ولا همي في بالي، ولا قراري في أني ما أكتب من اليوم وبعد خلاص، ولا قراري في أني أبتعد عن هالدنيا خلاص. حاولت أتذكر في هالتاريخ في هاليوم شنو اللي كان في بالي، شنو اللي كنت قاعد أفكر فيه، شنو اللي كان شاغلني. صفحاتي بالمذكرة كلها صارت فاضية، غموضها نفس غموض الأيام الجاية، ما أدري شنو اللي ممكن يخطر في بالي. استرجعت، تعوذت من إبليس، سألت يمين ويسار، يا جماعة تذكروني باليوم هذا شنو كنت حاس فيه؟ لين قالوا لي علي إيش فيك، كنت عاشق ولا زالت ليومك هذا عاشق. إيه تدرون ليش تبلعمت؟ تدرون ليش تلعثم الكلام؟ لأن مواجهتي حق الحقيقة كانت صج شيء يعور القلب، واكتشفت بأن ذيك الصفحات بحرقها بخشها. كان زين تعطوني ذاك الكشكول القديم اللي فيه قفل ما بي أحد يفتح يقرأ ولا شيء، ولا بي أحد يقراني من اليوم ورايح، لأن صج لما تذكرت إيه بدليات وهو كلام ما أبي ينقال، إيه مشاعر بانت على عيوني وإيه ما كنت أبيها تبين. تذكرت شنو اللي كان في بالي في ذيك اللحظة، تذكرت لو أني مكمل الصفحات شنو كنت راح أكتب، تذكرت الكلمة الثالثة والرابعة لآخر السطر، تذكرت باجي حياتي شنو كنت متخيلها معاك، لأن أنت اللي في بالي. بس تصدق لو برجع أكمل الجملة هذه اليوم راح أقدر أكملها، لأن راح أقول في بالي أني أكتب أن هذاك ما خاني، أن هذاك ما غدر فيني، هذاك غاب ولكن رجع. حتى لو أنا انشغلت، حتى لو أنا لهيت، برجع أكتبك في أسطوري أحبك. تدريش معنى أحبك؟ في بالي.